أخبار اليوم. أبناء الطلبة، بناتي الأعزاء والعزيزات، تعالوا نبتدي بالسؤال الأولاني، وهو كما ترون اختيار من متعدد. أول سؤال في هذا في هذه الجزئية، زي ما أنتم شايفين احنا هنبتدي باختيار من متعدد. السؤال الأول: من مصادر الطيف المستمر؟ هل هو مصباح النيون، ولا مصباح الفلوريسنت، ولا مصباح التنجستن، ولا ليزر اليقوت؟ في الحقيقة تعالوا نراجع الجزء ده. مصباح النيون ده يعتبر طيف ذري، مصباح الفلوريسنت برضو بيعتبر طيف ذري، والأطياف الذرية زي ما انتم عارفين هي أطياف خطية. لكن مصباح التنجستن هو مصدر متوهج للإشعاع، وبالتالي بيدينا طيف مستمر. أما ليزر اليقوت فهو بيدينا زي ما انتم عارفين طول موجي واحد، وبنقول عليه أحادي اللون. إذن الإجابة الصحيحة هنا اللي احنا هنجاوبها هي مصباح التنجستن. السؤال الثاني: تعتبر الوصلة الثنائية، تعرفين في اسم تاني للوصلة الثنائية اسمه الديود. إذن الديود أو الوصلة الثنائية في الدائرة الإلكترونية بيصنفوها على أنها نبيطة، بسيطة وفعالة، ولا بسيطة وغير فعالة، ولا معقدة وفعالة، ولا معقدة وغير فعالة. طبعا التصنيفين دول كانوا بعاد عن بعض في الفصل الخمستاشر أو الفصل الأخير اللي هو الإلكترونيات الحديث، لكن احنا جمعناهم في سؤال واحد. طبعا احنا دلوقتي واحنا بنقرأ السؤال لازم نحدد احنا هنتكلم على مين، فالكلام هنا على الوصلة الثنائية. هل هي بسيطة وفعالة؟ هل هي بسيطة وغير فعالة؟ هل هي معقدة وفعالة؟ هل هي معقدة وغير فعالة؟ طبعا 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 هي معقدة وغير فعالة، لأنها لا تقوم بتكبير الطيف، فالإجابة الصحيحة معقدة وغير فعالة. السؤال الثالث في الاختيار من المتعدد في الدائرة المرسومة قدامك: إذا كان تيار البطارية زي ما أنت شايف هنا I، فتكون قراية الأميتر بتساوي هل I على 2، ولا I على 3، ولا I على 4، ولا I على 5. مهم جدا جدا أنك تبدأ حل المسائل من النوع دوت بالترتيب اللي هقول لك عليه. لازم تبتدي من عند البطارية، من عند القطب الموجب، وبعدين تبتدي من القطب الموجب وتعمل اتجاه التيار، وبعدين تيجي عند أول نقطة هتلاقي التيار بيتقسم إلى جزئين، جزء هنا وجزء هنا، وبالتالي التيار اللي اتقسم هنا هيجي عند النقطة دي برضو يتقسم إلى جزئين. إذن ممكن نسمي ده I1، نسمي ده I2، نسمي ده I3، نسمي ده I4، ويتجمعوا مرة تانية ويرجعوا للبطارية كالتيار الكلي. طبعا هي عايزة هدوء. انت دلوقتي عندك R وR دول على التوازي، والأميتر هنا لازم تاخد بالك ان هو متوصل مع فرع على التوازي، وهذين الفرعين بيقتسموا التيار بالتساوي. بس لما نيجي هنا هوت نقسم التيار الكلي I، هنقسمه على الفرع دوت اللي هو R، والفرع دوت اللي هو 1.5 R. بالظبط كده، الR دي مع النص دوت، لأن دول مقاومته المكافئة نص R، هيبقى 1.5 R هذا الفرع وR هذا الفرع. لما نيجي نقسم التيار هيبقى النسبة بتاعت التيار هنا 3/5، وهنا 2/5. يعني هنا هيبقى 2/5 من الاي، وهنا هيبقى 3/5 من الاي. 2/5 من الاي اللي ماشي هنا هوت هيلاقي فرعين، فيخش هنا هوت اي على 5 اللي هو خمس الاي، وهنا يخش اي على 5 اللي هو خمس الاي. اذا قرايه الاميتر هتبقى في الحقيقه اي على 5. مش عايزين نتعجل في مثل هذه الاسئله، لانه مثل هذه الاسئله بالنظر بس تخدع، لكن لو مشينا بالترتيب هنوصل للاجابه الصحيحه. السؤال الرابع: أي الكميات الآتية تقل عند تصادم فوتون أشعة إكس بإلكترون حر؟ طبعا لما بنقول تصادم فوتون بأشعة إكس، فوتون أشعة إكس بإلكترون حر، دي أيوة بالضبط كده ظاهرة كومبتون. فهل بقى بيحصل أن كتلة الفوتون تقل؟ لازم أبقى وأنا بشتغل أعمل علامات كده في ورقة الأسئلة، لازم أحدد الكلمات اللي بتحدد الإجابة. فأنت عايز الكمية اللي هتقل، فهل هي كتلة الفوتون، ولا سرعة الفوتون، ولا طول الموج للفوتون، ولا طاقة الفوتون؟ طبعا طبعا سرعة الفوتون ثابتة ما بنتكلمش عليها، طول الموج للفوتون بيزداد لأنه أصلا تردد الفوتون بيقل، طاقة الإلكترون بتزداد، إذا هو عايز تقل. إذا الإجابة المتاحة الوحيدة الصحيحة هي كتلة الفوتون.
السؤال رقم 5، سلكان مستقيمان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي اي، فاذا زادت شده التيار في كل منهما الى الضعف وقلت المسافه بينهما الى النصف فان القوه بينهما هل تظل ثابته؟ تزداد الى الضعف، تزداد 4 امثال، تزداد 8 امثال. طبعا المساله ديت لازم تتحل، هو سؤال اختيار من متعدد بس لازم تتحل. فاحنا عندنا دلوقتي قوه بين سلكين، قوة بين سلكين. المعادلة بتاعتي الاف بتساوي الميو اي واحد اي اتنين ال على 2 باي دي. دي المعادلة اللي بتحسب القوة اللي بيتكلم عليها بين سلكين متوازيين. انت عملت ايه بقى؟ انت زودت شدة التيار في كل منهما الى الضعف، يعني ده زاد للضعف وده زاد للضعف. يبقى هنا القوة هتزيد 4 مرات بسبب التيار. وقللت المسافة بينهم للنص، فلما تقلل المسافة للنص تزود القوة للضعف. إذا أنت عندك هنا هوت وهنا هوت زودت 4 مرات وهنا هتزود الضعف، إذا القوة دي تزيد كم مرة؟ فعلا تزداد 8 أمثال. إذا الإجابة هنا تزداد 8 أمثال، لأن التيار الضعف والتيار الضعف والمسافة إلى النصف، فيبقى هنا هوت زاد 8 مرات. السؤال اللي جاي اشرح كيف يمكنك بطريقة عملية توضيح ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين. ارسم شكلا تخطيطيا مكتمل البيانات للدائرة الكهربية المستخدم. خلينا نشوف حل هذا السؤال مرسوم جاهز، لأن دي تجربة معتمدة على الحفظ، فنشوف الحل بتاع التجربة. زي ما انت شايف قدامك، احنا بنحط ملف ابتدائي مفتاحه بطارية، وبنحط ملف ثانوي متصل طرفيه بجلفانومتر صفر التدريج في المنتصف. وانت عارف ان احنا لما بنغلق المفتاح، في لحظة غلق المفتاح ولحظة فتح المفتاح بتتولد في الملف الثانوي قوة دافعة مستحثة لحظية، فبنلاحظ انحراف لحظي في مؤشر الجلفانومتر. طبعا ممكن تعمل الدايرة انت زي ما انت عايز، لانه في السؤال ما شرطش عليك اي شروط، يعني ممكن كنت احط ريوستات او ممكن كنت اقرب الملف الابتدائي من الملف الثانوي. اذا دي الاجابة بتاعت التجربة، ودي تجربة موجودة نصا في كتاب المدرسة. نرجع تاني للسؤال القادم. السؤال به ثانيا، اذكر الفكرة العلمية التي يعتمد عليها. اذكر الفكرة العلمية التي يعتمد عليها كل من عمل المحرك الكهربي. في الحقيقة المحرك الكهربي هو بيعتمد على زي ما انت عارف عزم الازدواج. ولازم نقول جملة كاملة بقى، عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال مغناطيسي او بين قطبي مغناطيس. الفكرة العلمية التي بيعتمد عليها حفظ الغازات المسالة. طبعا الغازات المسالة تحفظ في قارورة ديور انت عارف، بس ده مش الإجابة. الإجابة عايز الفكرة العلمية، لازم أحدد هو عايز إيه. الفكرة العلمية هو منع انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل والإشعاع إلى الغاز المسال حتى لا يعود مرة أخرى إلى الحالة الغازية. استخدام الليزر في علاج الانفصال الشبكي. طبعا الليزر له تطبيقات عديدة، لكن هو عايز في الانفصال الشبكي. انت عارف انه بنستخدم شعاع من الليزر حتى نعيد الشبكية اذا تم انفصالها على تلتحم مرة اخرى على الطبقة التي باسفلها. فحضرتك لازم تبقى عارف ايه السر في استخدام الليزر في علاج الانفصال الشبكي. هو التأثير الحراري لشعاع الليزر. يبقى التأثير الحراري لشعاع الليزر هي الفكرة العلمية اللي بيعتمد عليها استخدام الليزر في علاج الانفصال الشبكي، ويمكن أن تكون الإجابة الإشعاع الحراري أو التأثير الحراري الناتج عن شعاع الليزر يقوم بالتحام الشبكية مع الطبقة التي بأسفل. عندنا في نهاية السؤال الأولاني زي ما أنت شايف مسألة على الخاصية الكهروضوئية،
أو الظاهرة الكهروضوئية، بيقول لك سقط ضوء أحادي اللون طول الموج 400 نانو متر. طبعا عندي ملحوظتين، أول ما بتقرأ كده بتحط رمز وكمان بتحول الوحدة الموجودة إلى الوحدة الدولية. ف 400 نانو متر دي لازم تعملها طبعا تضربها في كام؟ في 10 سالب الحكاية. أنت بتمنتج ولا مش هتمنتج؟ طب هل في صح؟ دي بتمسح ولا ايه؟ اوكي شكرا. اوكي كتر خيرك. يبقى 400 نانومتر دي تتضرب هتتضرب تكمل. 400 نانومتر دي هتتضرب في 10 أس سالب 9 عشان تتحول إلى متر. وإذا علمت إن دالة الشغل للسيزيوم 2.1 إلكترون فولت، وإنت عارف الإلكترون فولت ده برضو لازم يتحول إلى جول، بالمناسبة دي وحدة لقياس الطاقة. وطبعا مديك الثوابت اللي إنت حافظها كويس، ثابت بلانك، سرعة الضوء، كتلة الإلكترون، وعايز منك تبتدي تحسب لنا كمية تحرك الفوتون الساقط. طبعا لما يقول لي كمية تحرك الفوتون زي ما انت حافظ، كمية التحرك بتاعت الفوتون تتحسب يا اما ب اتش على لندا، يا اما نحطها ب اتش على سي، اتش نيو على سي او اي على سي. اذا عندك ثلاث احتمالات، بس هنا علشان هو مدينا الطول الموجي زي ما انت شايف، فاحنا هنستخدم انه كمية التحرك بتساوي ثابت بلانك على الطول الموجي. ثابت بلانك انت جبته محفوظ، والطول الموجي حولناه زي ما انت شايف من النانومتر الى المتر، فطلعت الاجابة بتاعتنا. ويمكن تاخد بالك برضو ان وحدة كمية التحرك هي كيلوغرام متر على الثانية، لانها هي طبعا كتلة في سرعة. المطلوب الثاني كان عايز مني نجيب طاقة الفوتون. طبعا ليه بجيب طاقة الفوتون؟ لأن لازم أعرف إذا كان طاقة الفوتون أكبر من دالة الشغل ولا أصغر. فعملت الإي بتساوي اتش سي على لامدا، وابتديت أحسب، طلعت الإجابة معايا 4.95 في 10 أس سالب 19 جول. إذا طاقة حركة الإلكترون المنبعث هي الفرق ما بين طاقة الفوتون الساقط ودالة الشغل لهذا الفلز اللي هو السيزيوم. إذا بيطلع إنه طاقة حركة الإلكترون 1.59 في 10 أس سالب 19 جول. طبعا هو عايز بعد كده السرعة، إذا بتفك بقى طاقة الحركة إلى نص ام في تربيع، يبقى بالتعويض هتلاقي إنه الفي بتطلع في النهاية 5.9 في 10 أس 5 متر على الثانية. راح أعمل إيه بقى؟ هنا حتة مهمة جدا. كلمة طول موجي، ما هو في طول موجي، بس ده طول موجي للضوء الساقط، ده طول موجي مصاحب للإلكترون. إذا كلمة طول موجي مش هي اللي تكفيك عشان تحدد الإجابة. لازم تقرأ الطول الموجي لمين. هنا الطول الموجي للضوء الساقط أو للفوتون، هنا الطول الموجي للإلكترون المصاحب للإلكترون. طبعا دي معادلة دي برولي اللي هي اللامدا بتساوي اتش على ام في، بالتعويض بتطلع الإجابة 1.23 في 10 أس سالب 9 متر. فدي حتة مهمة جدا، كلمة طول موجي لا تكفي انك تروح لمعادلة صحيحة، لازم تعرف الطول الموجي لمين. ده اسمه الطول الموجي للضوء الساقط، ده اسمه الطول الموجي المصاحب للإلكترون. تعال نتنقل للسؤال الثاني.